بالبداية احنا نشكر حقيقة القائمين على هذا المؤتمر، هذا المؤتمر الرابع الرائع، خاصة انه عنوان هذا المؤتمر المحاماة ملكات وملوك، يعني يعتمد على العصف الذهني وتجارب مهنة المحاماة وكيفية الوصول الى مجتمعات يمارس من خلالها المحامي عمله بكل أريحية، بكل تألق، بكل أمانة. هامات كبيرة حضرت الى هذا المجتمع لإعطاء ورقة العمل الخاصة فيهم. استفدنا حقيقة يعني في الجلسة الأولى بمعلومات أثرتنا، وخاصة بوجود يعني فقهاء كنا في السابق نقرأ كتبهم، والآن احنا نستمع إلى أصواتهم وفكرهم بمواجهة مباشرة بإجابتهم عن الأسئلة التي طرحت من قبل الحاضرين لهذا المؤتمر. أعتقد أن وجود مثل هذه المؤتمرات بشكل مستمر وبشكل دائم يساهم في تطوير عقلية العاملين في الحقل القانوني، سواء كانوا قضاة أو محامين أو باحثين قانونيين. أنا أعتقد أنه اليوم مهنة المحاماة حقيقة تحتاج إلى 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 ثورة كبيرة، ثورة إدارية، ثورة تشريعية، حتى يكون هناك ضبط لمخرجات التعليم الراغبين بالانتساب إلى مهنة المحاماة. يجب أن تكون هناك يعني دراية كاملة بقوانين منظمة تساهم في أن يكون المنتسبين لهذه المهنة من النخبة الأمينة، من النخبة المستقيمة، من النخبة التي تسعى جاهداً لإثبات الحق وأن تكون شريكة حقيقية مع منظومة العدالة في تأسيس دولة الحق والقانون. إحنا للأسف الشديد في بلداننا العربية نجد أن هناك إهمال تشريعي كبير في التشريعات الخاصة بالمحاماة، وكذلك لا نجد أن هناك توجد مراجعة تشريعية مستمرة حتى بالفعل يزاول المحامي عمله بكل أريحية. أوروبا اليوم وأمريكا سبقونا في هذه المسألة، وضعوا اشتراطات جدا رائعة وجدا راقية، أصبحت هذه الاشتراكات تخرج كبار المحامين وكبار العمالقة في الحقل القانوني الذين يمارسون مهنتهم بعد تعب وبعد جهد وبعد اجتياز لاختبارات تكاد تكون صعبة جدا، حتى تكون هذه المهنة بالفعل مهنة للراغبين الذين يريدون أن يقدموا للعدالة شيء. يجب أن تكون هناك ضوابط في دخول المحامي لهذه المهنة، يجب أن يكون بالفعل هناك تنقية لهذه النخبة التي تريد أن تمارس المحاماة بحيث أنها تكون مستحقة بعد اجتياز إجراءات ضرورية. نستطيع أن يكون هناك نخرج محامين قادرين على ممارسة المهنة. ايضا النقابات، دور النقابات اليوم يعني انا اتصور انه افضل من السابق. بدات يعني كثير من النقابات في الضغط على برلماناتها من اجل تغيير بعض القوانين الجائرة التي تظلم المحامي، واستطاعت هذه النقابات ايضا. اعتقد ان المستقبل سيكون افضل، اعتقد ان هذا التطور في منظومة العدالة تحديدا ومنظومة المحاماة فرض علينا، ولذلك احنا لا ننتظر ان ينفذ جبرا في المستقبل القريب، ولكن نتمنى أيضا للبرلمانيين والمشرعين والسياسيين وكذلك القضاة أن يكون هناك اهتمام لمنظومة القضاء واهتمام لأشخاص المنتسبين لهذه المنظومة بتأهيلهم ودعمهم وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، حتى بالفعل تكون أوطاننا العربية أوطان حق وعدالة.